تمام الحمد لله، انتوا اللي عاملين ايه؟ الحمد لله، كله تمام الحمد لله، الدنيا انتوا تمام. عاملين ايه انتوا ومحمد، والتحديات اللي جواكوا عامله ايه، والدنيا ماشيه معاكوا ازاي؟ لا خلي بالكم انتوا كل ما بتقربوا دلوقتي، ده الطموح بتاعنا اللي احنا عايشين بقالنا 20 سنه عليه، لا ده ان لو شاء راحوا الله، البيت لا لازم تكونوا في حلقه اعلى مستوى. لا كله بخير الحمد لله يابا، واحنا ماشيين كويس الحمد لله، وربنا يكرمنا في اللي اهم جاي حاجه بقى. الحمال دي مصر، احسن دي مصر، لما تتكلموا عن مصر يعني دي بص الدنيا كلها، ان لازم شاء يبقى الله عندكم حماس وكل حاجه علشان الدوره الاولمبيه دي، حلم حياتي دي اللي المفروض انتوا تقفوا جنبي فيه وتعملوا احلى شغل فيه. ان شاء الله ان شاء الله نبقى عند حسن ظنك، ونعمل اللي انت عايزه باذن الله، وشعب مصر كله برضه ربنا يوفقكم يا رب، وتبقوا على احسن حال يا رب بحاجه النبي. يا رب. طبعا موضوع التأهل للأولمبياد ده حلم أي رياضي في مصر وأي رياضي في العالم أصلا، حلم إن هو يتأهل للأولمبياد. الموضوع ده ما بيجيش بالسهل طبعا، أنت بتعاني كتير، بتمر بإصابات، بتمر بخسارات، بتمر بحاجات كتير صعبة، بس الفرق ما بين اللي بيوصل للتاني الاستمرارية، وهي الاستمرارية زي ما بيقولوا حتمة للوصول، يعني كده كده هتوصل طول ما أنت مستمر في طريقك، حتى لو بتمشي ببطء بس أكيد هتوصل في الآخر. أنا طبعا قبل أولمبياد باريس كان عندنا دورة ألعاب أفريقية في غانا، قبل التأهيل ب10 أيام رحنا لعبنا البطولة والحمد لله خدت الميدالية الذهب فيها. جيت بعدها ب10 أيام برضو، ده كان مجهود علينا، وكان الجو وحش جدا في غانا، والتنظيم بتاع البطولة كان صعب جدا وبتاع، وجينا على طول للبطولة بتاعت بعد ما رجعنا من غانا. الجو جدا كان صعب هناك، والتنظيم البطولة ما كانش أحسن حاجة، فدي كانت مأثرة علينا شوية، بس احنا طبعا مش عشان خاطر حاجة أثرت عليك ده ضايع حلمك، لأن أنت بتبقى مستني التأهيل للأولمبياد ده كل 4 سنين. فقدرنا نتحكم في نفسنا ونصمم على هدفنا، وربنا كرمنا الحمد لله وتأهلنا من التأهيل للأولمبياد اللي كانت موجودة هنا في اسكندرية البطولة يعني. والله موضوع الميدالية في باريس ده أو الحلم الباريس، أنت كل اللي عليك اللي أنت بتسعى. موضوع الميدالية ده بقى والنتيجة ده بيبقى توفيق بتاع ربنا، وبيبقى على قد سعيك اللي انت سعيته. يعني في ناس كتير في الاولمبيات اللي فاتت كنا بنشوفها ما كانش بيبقى في ناس متوقعه لها الميداليات او المراكز الاولى، وربنا كرمها وهي اللي جابت المراكز الاولى. كل الحكايه ان ما فيش حد بعيد، كل الحكايه ان الواحد بيتعب وبيعمل اللي عليه، وربنا هو اللي شايف التعب اللي هو بيعمله ده، وان شاء الله ربنا يوفقنا يا رب ونقدر نوصل لحلمنا، لان ده حلم كل رياضي. ويعني مش عايز اقول لك الميداليه دي بالنسبه لنا ايه. احنا رحنا بعد التأهيل للأولمبيات رحنا معسكر في كرواتيا، كان قوي جدا، في ناس لاعيبة أبطال عالم وأبطال أوروبا وأبطال عالميين يعني، اتمرنا معاهم، ده فرق معانا جدا. وبعدين طلعنا على معسكر في المجر. طبعا بشكر وزارة الشباب والرياضة. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إن كل ميزان فينا هم 16 واحد بس اللي في كل ميزان، أنت من ضمن أحسن 16 في العالم في ميزانك، فدي لوحدها شعور كبير جدا ان انت بتبقى في وسط ابطال العالم متزايج زيهم، وانت في الاولمبياد كلها احسن حدث تاريخي وافضل الناس موجودين في الاولمبياد دي، فبتبقى شعور طبعا غير طبيعي، ويبقى حلمك ان انت تحقق ميداليه وبتبقى من احسن الناس دي. ايوه، في لاعب اسمه محمد هادا اراني قوي جدا، وفي الارميني، وفي كوبي، في لعيبه قوية جدا يعني. قبل اي ماتش مهم بالنسبه لاي حد لازم تبعد عن اي حاجه بتكون بتجيب لك طاقه سلبيه، بتحاول تركز في مستقبلك، لان هو ده مستقبلك انت. بتحاول تقرب من ربنا زياده اكتر ما انت مقرب، لان في الاخر وفي الاول هو الموضوع توفيق من عند ربنا. انت حضرتك دلوقتي انت حليت السؤال، يعني انت قلت التمن ميداليات، يعني مثلا لما انا اجي اتمرن مع حضرتك وانت صاحب ميداليه اولمبيه، انا غصب عني مستواي هيكون عالي، لان انا بتمرن مع بطل اولمبي، فخلاص انت بتسلم الجيل الكويس بيسلم الجيل الكويس، انت فاهمني؟ حتى بتلاقي الموازين اللي هي بتجيب الميداليات
هي برضو الموازين اللي طالعه بعدها هي نفس الموازين اللي بتجيب الميداليات او الموازين اللي قريبه منها، لان اللعيبه بتتمرن مع بعضها. يعني مثلا بتلاقي مثلا لاعب طالع مثلا زي مصطفى حسين طالع الفتره اللي فاتت دي بيتمرن مع مين؟ مع كيشو، كان بيتمرن مع هيثم فهمي، كان بيتمرن مع الناس دي، فغصب عنه بيبقى متفوق في المصارعه الرومانيه. فهي المصارعه الرومانيه احنا عاليين فيها بسبب كده. المصارعه الحره انت بتشتغل على الجسم كله، لكن المصارعه الروماني بتشتغل على الجزء الفوقاني بس. فطبعا ده بيوريك ان كده المصارعه الحره اصعب، لان حركاتها اكتر وكل حاجه فيها صعبه. يعني مثل الاعلى والدي طبعا، لان هو لاعب مصارعه وبطل بطل بحر ابيض اكتر من مره، وبطل افريقيا، ومثل مصر كتير، وهو طبعا من الاسباب الرئيسيه هي اللي وصلتني للمرحله اللي انا فيها ديت. وحلمنا طبعا الميداليه الاولمبيه. طبعا حلمي بره مصر في لاعب بحبه جدا اسمه رومان بلاسوف. اللاعب ده بطل اولمبي اكتر من مره، وهو من اللاعيبه يعني اللي بالطراز الاول. انا عايز اقول لحضرتك حاجه دلوقتي، هنرجع لحته الاستمراريه، وبسبب حته الاستمراريه دي والدك منه شارك في اللعبه وكان هو بطل رياضي، فعارف ان موضوع الاستمراريه ده هيفرق معايا جدا. لان في لعيبه كانت بتبقى في اجيالنا بتبقى كويسه جدا، بس بتيجي في نص الطريق وتمشي ما تكملش. فده فرق معايا جدا، لما والدك يبقى عارف ان انت لما هتكمل هتوصل، مستواك هيعلى، لا 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 لا، مره في مره هتلاقي نفسك وصلت. انا شايف موضوع النفس ده ان انت تقرب من ربنا اكتر حاجه، ودي هتديك ثقه كبيره جدا، لان انا جربت الموضوع ده وفعلا حقيقي بتحس ان انت مش راهب اي موقف ولا اي حاجه. اهم حاجه في يوم المباراه ان انت تنام كويس قبل اليوم بتاع المباراه. يعني الساعة جت 9:10 بالليل تكون انت نايم في سريرك مطفي كل الانوار، مفيش حاجة شغلاك، ما تفكرش في البطولة كتير علشان ما تاخدش من تفكيرك، وما تتنكش. ما بتفكر في البطولة كتير بتتنك صاحي ما تنامش. نمت كويس، دي اول حاجة انت عملتها كويس. تبدأ بقى تصحى تاني يوم تصلي، وتبدأ تروح ميزانك، تاكل الاكل الصحي ان هو ما يتعبش معدتك في اللعب. بس خلاص انت بتروح تسخن بقى، وبتاخد معلوماتك اللي المدرب بيديها لك، وتشتغل على كده، وتشتغل على اللي انت ذاكرته بقى واللي انت اتمرنت عليه الفتره اللي فاتت دي كلها. عايز اقول لك المدرب ده دوره كبير في كل حاجه، قبل المباراه، بعد المباراه، في المباراه ذات نفسها، كل حاجه. المدرب لازم يبقى عارف اللاعب اللي معاه ايه مميزاته وايه عيوبه، وبيشتغل له عليها، وهو كل حاجه بالنسبه المفروض بيبقى للاعب. يعني انت طبعا بتبقى بتشوف انت خسرت منه المره، انت القرعه بتنزل قبلها بفتره، بتبقى انت عارف تلعب معاه ولا لا، بتشوف انت خسرت منه قبل كده بسبب ايه، بتحاول تعدل الخطا اللي انت خسرت منه ده او ما تعملهوش تاني عشان ما تغلطوش. وبعد كده انت بتشتغل على الحته دي عشان خاطر تكسب الماتش. طبعا الكابتن كرم جابر الميداليه اللي هو جابها في 2004 دي، انا فاكر الماتش اكن زي دلوقتي كده، كان عندي حوالي 9 سنين، كنت بتفرج على الماتش على التلفزيون. طبعا طبعا كان حلم كبير لاي رياضي ان هو يشوف الكابتن كرم جابر، واللي هو يكسب الماتش النهائي عدم تكافؤ. وده ادى دفع كبير لناس كتير تلعب مصارعه بعد الميداليه دي، وادى للناس ان الحلم مش بعيد، ان لا، هو انا بجيب الميداليه الاولمبيه اهوت اللي الناس كانت مستصعباها او مفكراها مستحيله. اكيد طبعا الصراحه الدكتور اشرف صبحي عامل شغل جبار في حاجات كتير احنا ما كناش بنشوفها في اتحاد المصارعه او في الرياضه الفتره الاخيره دي، هو ساعد فيها. احنا طبعا احنا محتاجين اكتر من كده، واحنا اما بنسافر بره بنشوف فرق تانية في دعم زياده عن كده وبتاع والكلام ده، بس احنا ماشيين في الطريق الصح. يعني لو كمان حاجات بسيطه احنا هنكسر الدنيا. والله المعسكرات الخارجيه بتفرق جدا. يعني المعسكرات الخارجيه لو احنا استمرنا فيها بشكل كبير احنا هنعمل حاجه كويسه جدا. يعني احنا لما بنيجي نشوف نفسنا وبنشوف لعيبه مفكرينها اساطير جدا وبتيجي تتمرن معاها، بتلاقي الفرق ما بينك وانت وما بينه فروق صغيره جدا. يعني شويه احتكاك، شويه تركيز، هتعدي الناس دي. يعني مثلا معسكرين ثلاثه كمان بره وبتاع، هتلاقي نفسك عديت الناس دي. انت شايف دلوقتي ان كيشو جاب الميداليه الاولمبيه اللي فاتت، هو من احسن الرياضيين. كيشو ما تاهلش معانا من افريقيا، وتاهل من بطوله اصعب من افريقيا. عرفتك دلوقتي ان الموضوع بيبقى موضوع توفيق من عند ربنا، انت فاهمني؟ كل اللي عليك تجتهد، وهو الموضوع بتاع بالذات الميداليه الاولمبيه ده رزق.
فاللي ربنا كرمه بقى ان شاء الله يعني يشوفها. والله موضوع التوقعات ده ممكن اي حد يتوقع عادي، بس انا قلت لك الموضوع ما بتاع ربنا، فان هم اللي يجيب الميداليه دي بتبقى رزق من عند ربنا، بس في اكتر من ميداليه يعني ان شاء الله في المصارعه. في طبعا انا بحب رفع الاثقال، بحب الكوره شويه يعني، مثلا المنتخب مثلا بتاع كده. انا شايف كريم كحله وساره سمير في رفع الاثقال. ممكن الهاندبول ماشي بخطط ثابته الفتره الاخيره وعامل انجازات كويسه جدا في البطولات العالميه. طبعا احب اشكر كل الناس اللي دعماني الفتره الاخيره، وشكرا لكم على كل حاجه انتوا عملتوها علشاني. اي حد بيعلق لي تعليق ايجابي بيسعدني طبعا، وشكرا لكل واحد وقف معايا او مرني او كان سبب ان انا اجيب بطوله او اوصل ان انا اتاهلت للاولمبيات. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، وربنا يكرمني يا رب، وان شاء الله اجيب ميداليه في الاولمبيه ان شاء الله.